معلومة على السريع في دقيقة، لو أنت عندك هتركب فيودك وعاوز تمعجنه بسرعة مش لازم تحتاج لسكاكين علشان تشيل معجون وتعمل كده. هتفك العلبة، تطلع الكيس وتخرمه، تعمل زي إيه بتاع كريم شانتيه، تمام؟ وتضغط عليه هيطلع معاك زي ما أنت شفت كده. هتفضل بقى تثبته على الشغل، هتبدأ تثبت معاك. اعمل القفص.